استاذ فيصل، انتوا عدتوا لمصانعكم، المكن دار في المحله وفي غزل المحله وبشروط. يا ريت تقول لنا بس ايه هي الشروط اللي انتوا اتفقتوا عليها عشان تعودوا لعملكم مره ثانيه، وايه لو حصل يمكن ان يرجع الاضراب مره ثانيه؟ والله احنا اتفقنا، عملنا اتفاقيه مع وزير الاستثمار الاستاذ اسامه صالح، عملنا معاه اتفاقيه بنودها اول بنود اول بند للعمال تشكيل مجلس اداره لاداره الشركه. طبقا للقانون، رئيس واربع اعضاء لحين عمل انتخابات مجلس اداره. اربع اعضاء من العمال ولا منين؟ لا، من المهندسين، على ما يتعمل انتخابات مجلس اداره للمحاسبه. يعني مشكله غزل المحله ان هي بمفوض عام من سنه 2007. من يوم ما جه مفوض عام في الشركه وهي في خساره مستمره، فالعمال مطلبها 90% من مطالبها لصالح الشركه مش لصالح العمال. بس انتوا كنتوا بتطالبوا باستقاله فؤاد عبد العليم حسان. ايوه، رئيس الشركه القابضه. تراجعتوا عن هذا المطلب ولا ايه؟ ما تراجعناش، احنا واخدين فتره شهرين. بالنسبه لتنفيذ المطالب واقاله المهندس المهندس اللهم صل على النبي، الله المهندس فؤاد عبد العليم حسان في الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه بتاعه غزل المحله كانت يوم 8 اتاجلت في ظروف غامضه، برضه اتاجلت لاجل غير مسمى.